تعنى مفوضية الأمن الغذائي بمتابعة ورصد الوضع الغذائي للسكان على امتداد التراب الوطني من أجل التدخل عند الاقتضاء بمساعدة المواطنين الأكثر احتياجا وتلبية نداء الإغاثة كلما دعت الحاجة. وبحكم هذا الاختصاص عهدت الحكومة هذه السنة إلى هذا القطاع بتنفيذ مكونة من برنامج دعم الثروة الحيوانية تتعلق بتوفير الأعلاف مهازرة للمنمين لمواجهة الصعوبات الناجمة عن نقص الأمطار خلال السنة المنصرمة، وذلك بتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز. الاستجابة المبكرة لمفوضية الأمن الغذائي مكنت من توفير الأعلاف في المرحلة الأولى من البرنامج في جميع دكاكين أمل في الولايات الداخلية من خلال 1300 نقطة للبيع، وفي المرحلة الثانية من البرنامج تم فتح العديد من المراكز الخاصة بالتوزيع في جميع عواصم مقاطعات الولايات الداخلية. هذا البرنامج استعجالي جاب وقته وسمح لنا أن نوفر هذا الأعلاف لجميع المناطق، حتى المناطق اللي بعاد والمناطق اللي ما قد يوصلهم شيء وصلنا لهم نحن خلال باتي جمل وخلال أيضا هذه نقاط بيع. وبالنسبة لهذا البرنامج عدلت فيه الحكومة مجهود كبير سواء على مستوى توفير هذه الأعلاف بتسعيرة بسعر مخفض جدا ياك المنمي الضعيف يقد يشريه، وثانيا ملي بوسائل النقل جميع وسائل النقل المفوضية وكذلك وسائل النقل المحلية تعاملت معنا يكان نوصلوا هذه المواد لجميع المناطق. وبعد أن انتعش الوسط الطبيعي وبدأت المراعي تستعيد الحياة إثر تسجيل تساقطات مطرية معتبرة، تجدد الأمل في نفوس المنمين بموسم خريف واعد، وبدأوا يستشعرون أهمية تدخل الدولة الذي مكنهم من انتشال ثروة من حيوانية من الضياع. سلم على رئيس الجمهورية. الحمد لله مرقنا هاي الصيف يا نتوقع الله للسعافة يسرنا عش وجبرنا بهتيق أمل وريناهم أمولنا لمستوى مستعر خير ما قط جيناهم ما رينا قايتنا وتمينا ماشيين والحشم اللي تبارك الله جبرناه إلينا جات السحاب ونيوم استخنينا عنه. التدخل اللي عدلت الدولة جانا هون على فترات، فترة هي الأولى لباتي جمل وسدد ناس ما أشكات من قضيته وسدد. الفترة الثانية جانا ماني حاضر وريت منه قسمي. أنا شاكرين والعبد العزيز على التوفر اللي وفرنا العام فاصلين فيه المهمين دول الحش وجبرناها على حالة مضبوطة، ورانا شاكرين على عدل المكان ومشي صالح. نجو دائما نقبل الحش منهم، شاكرين الدولة لهذا التدخل اللي أدرس منه بلو جازين بخير إن شاء الله. ومواصلة لجهود دولة الرامية إلى مؤازرة ومساعدة السكان الأكثر احتياجا تم خلال عام 2017 تنفيذ عمليتين للتوزيع المجاني للمواد الغذائية لفائدة ما يقارب 17,000 أسرة تتوزع على نواكشوط وكافة البلديات الريفية، حيث تمت تعبئة 6,300 طن من المواد الغذائية لهذا الغرض. كما كان لبرنامج أمل المسند تنفيذه إلى مفوضية الأمن الغذائي أثره الكبير في تخفيف معاناة الشرائح الضعيفة، حيث تنتظم عمليات بيع المواد الغذائية الأساسية بأسعار ميسرة في أزيد من 1,700 دكان. هذا الدكاكين فيهم المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة يكان المواطنين كاملين قدوا يوصلوا لهم، وهي أيضا خلاتنا نعدلوا فرص عمل مهمة لأكثر من 1,387 مستفيد والله عاطل عن العمل قد يستفاد من هذا البرنامج، معناه أنه برنامج اجتماعي شامل. المستفيدون من حوانية أمل أكدوا أهميتها في دعم قدرتهم الشرائية، وهو ما يعبر عن اهتمام الدولة بهمومهم ومشاغلهم اليومية. هذا السعر اللي مخفض لنا قارب منا من مولانا من الدولة، وهذا كيلو مار 150 احنا مستفادين منه، وهذا كيلين قمح 140، وهذا نص لتر دلوير 170، وهذا دلوير 150 مستفادين من هذا وفاصلين فيه. يهم إقبال كثير للبوتي واستفادته من حول الناس دائما
بأسعار مالية منخفضة. الشكر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز على هذه العملية الناجحة ما شاء الله تبارك. هذه العملية هون مستوى الرقابة هون ناجحة في 100%. المواد الحمد لله هون موجودة شهريا، كيف مارو، كيف الرز، السكر، دلوير، القمح، هاي الحمد لله المواد موجودة كاملة. وتعمل مفوضية الأمن الغذائي ضمن استراتيجيتها التنموية على دعم البنية التحتية للإنتاج، تعكف الوقت الراهن على إنجاز 46 مشروعا صغيرا في ولايات الحوضين والعصابة وتقانت، تتمثل في تسييج المساحات الزراعية واستصلاح وتأهيل البنى التحتية الزراعية والمائية. هذه المشاريع بالتعاون مع شركائنا يتم اختيارهم على معايير معروفة، طبعا سبقوا المناطق البعيدة، المناطق اللي ما يوصلها العون بشكل سهل، بالتالي نوفروا فيهم هذو المشاريع يكان ذو المواطنين يعد عندهم هم دخل لهم هم زراعي أو في مجالات أخرى. كما تستعد المفوضية ببرامج تعني هذو المشاريع مديرة للدخل، للتعاونيات النسوية، للتعاونيات الشباب الذي عندهم مشاريع يتعلقوا بالزراعة أو يتعلقوا بالتنمية، يسوى هي شنهية ونعاون بها فئات المجتمع الضعيفة. ويتأهب قطاع الأمن الغذائي لإطلاق برنامج جديد من المشاريع الصغيرة التي تعنى بالأمن الغذائي في جميع الولايات بالتعاون مع شركائه في التنمية وبتنفيذ من وكالة تنفيذ المشاريع الصغيرة. وقد كان للمشاريع الصغيرة أثرها الكبير في دعم الأنشطة الاقتصادية لسكان القرى المستفيدة وتثبيتهم في مواطنهم الأصلية. شاكرين رئيس الجمهورية على آلة الطحن اللي أعطانا، وشاكرين عليها لأن كنا محتاجين لغاية ما يكون الاحتياج، ورانا شاكرين وشاكرين المشرفين على ذكام، ورانا كنا بحاجة أقصى ما يكون الحاجة، واليوم الحمد لله عندنا الطحن هون وعندنا مستغنين بها الحمد لله، والناس القمح هون معملته. شاكر سيد الرئيس المحمي المعدن هون ليش من الكلوان تراب كنا نحرز الزراعة هون، وكان هاينا ليش من الحيوان والبقر، الحمد لله درنا الحماية ما شاء الله استرحينا من الحيوان. سابقة وكونجلاترات كنا في عزلة، منين جانا رمضان تبارك الله ما جبرنا له مشكلة، والقرية ما جبرت مشكلة، بيا اللي عدنا نبيعوا لها الحوت ونبيعوا لها اللحم الكونجلي ونبيعوا لها الديوك ونبيعوا قلاص موفرينه وتجمخت بالبسطيك وذاك. وبهذا تخطو جهود الأمن الغذائي خطى حديثة على طريق مؤازرة السكان الأقل دخلا ودعم البنية التحتية الكفيلة بتوفير مصادر عيش، تعمل على تثبيت السكان في مناطقهم الأصلية.